السلام عليكم، رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو إن شاء الله. رجعت معكم فيديو جديد غيكون مختلف شوية. بغيت نقدم معكم المائدة الرمضانية في الغربة، إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. بغيت نقربكم شوية من الأجواء اللي كنعيشوها، كنحاولوا ما أمكن نقربوا الأجواء ديال المغرب يعني بكل الطرق المتوفرة. كنحاول كذلك نخلي وليداتي يفرحوا بشهر رمضان الكريم كما كنا كنفرحوا به صغار. كنزين الدار بشويه ديال الاضواء، كنحاول نبدل مثلا مكان الطبله، كذلك كنزين المنزل ديالي باضواء الوليدات كيفرحوا به بزاف، وهكا كيولفوا على عادات رمضان. اول حاجه غنبداو بها اليوم الحريره، لان هي اللي كتاخذ شويه الوقت، فبديت بها هي الاولى. كنضيف لها هنايا الربيع، غندورها ونخليها طيب مزيان ونطفي عليها. هنايا من بعد ما طابت الحريره غنخليها غير تغلى مزيان على ما تزول من هذاك الرغوه ديالها. وفي هذا الاثناء غادي نحضر معكم واحد الحاله خفيف وسهل جدا. عندي زلافه من البسكوي مطحون مزيان. هنا اختاريت البسكوي اللي مصوب من الزبده، ممكن تستعملوا اي نكهه يعني في البسكوي، ممكن ديال الكوك، ممكن ديال الفانيلا، ممكن انا اختاريت فقط انه يكون بالزبده باش كتجي بحال لاباط سابلي او كتجي مذاق يعني العجين المكسر. ضفت عليه كما قلت لكم نص كاس ديال الزبده دايبه. غناخذ واحد المول بعد ما دهنته حتى هو بالزبده، غنقرص فيه هذا البسكوي كيف غتشوفوا معايا. هنايا كتحاولوا تضغطوا عليه مزيان باش كيجي طبقه وحده، ما كتجيش جهه طالعه ولا جهه هابطه. صافي، ومن بعد غنضيف عليه الكريمه في الوجه ديالو كي غتشوفوا معايا هنايا. عندي هنا نصف لتر من الحليب، ضفت عليه نصف كأس من القشدة الطرية أو لكريم فخيش، كذلك ضفت عليه ملعقتين كبيرتين من السكر، ملعقتين من الفلون، وضفت عليه القليل من الفانيلا. في هذا الأثناء كنخليه فوق نار هادئة حتى يغلى وغادي نطفي عليه. غادي ناخذ ممكن تزينوا الوجه باي حاجه بغيتوا. دابا غندخلها للثلاجة وغادي نشارك معكم مقادير بالسلطه الحوت كنحتاجوا. عندي هنايا 400 غرام من الكالامار، 400 غرام من الفيلي ديال الحوت، و 400 غرام من الكروفيت او الشريمب كي اللي كيقول لي الجمبري باللغه العربيه. كذلك عندي نص كاس ديال القزبور مقطع مزيان، عندي بصله صغيره مشلضه وبصله صغيره مبشوره، كذلك عندي ربع كاس من الفطر الاسود، عندي ملعقه كبيره من الهريسه، ملعقه كبيره من الحامض مسير او الحامض قشر الحامض المخلل، كذلك عندي ملعقه من ورق الغار المطحونه، عندي 3 فصوص من الثوم، عندي ملعقه من الفلفل الاحمر، كذلك عندي ملعقه من الملح، وغنحتاج كذلك صوي صوص او الصوجة، لاصوص ديال الصوجة. اول حاجة غنبدا بها هي غادي ناخد هاد الزلافة، غادي نضيف عليها قزبر مطحون، كذلك غادي نضيف عليه ملعقة كبيرة من الهريسة، غادي نضيف ورق الغار، 3 فصوص من الثوم، الفلفل الاحمر، وغادي نضيف الملحه. هنايا ما كثرتش الملحه لان الحامض والهريسه يعني فيهم كميه وفيره من الملح، فمن الاحسن ندير غير شويه. كذلك لاصوص ديال الصوجه فيها الملح. صافي، هنايا كنخلطهم.
ممكن تضيفوا عصير حامضة أو ممكن تكتفيوا فقط بالحامض اللي كاين في الهريسة والحامض اللي عندنا. غنحركهم مزيان باش يندمجوا العناصر، وغادي ناخذ واحد المقلات اللي غادي نضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة ونخليها تذوب. غادي نضيف عليها البصل المبشور، وغادي نخليه حتى يبدا ياخذ هذاك اللون الذهبي. نحاولوا نشحروها مزيان. صافي، من بعد ما كيبدا ياخذ داك اللون الذهبي كنضيف عليه الفطر الاسود. انا استعملت هنا الفطر الاسود، ممكن تستعملوا اي فطر او مشروم. صافي، وغادي نضيف الكالامار او الكالاماري. غادي نضيف كذلك ملعقه اخرى من الزبده، وغنضيف ملعقه من الشرموله اللي كلنا صوبنا، وغنخليه يتشحر حتى يتقضى يعني منه داك الماء او ما يبقاش فيه الماء. صافي، وغادي نطفي عليه. ونفس الشيء غادي ندير الحوت فيلي، كذلك نفس الشيء غادي ندير الكروفيت. هنا فضلت انني كل حاجه نطيبها بوحدها لان كل حاجه كتاخذ وقت في الطياب، داكشي علاش. صافي، هنايا من بعد ما طاب غادي نحيدو، غادي نضيف نفس الشيء الزبده، وغادي نضيف الفيلي ديال الحوت. الفيلي ديال الحوت يعني يلاه يبدا يشد راسو في الطياب. غنحاول نقطعو بالمعلقه العود غير شويه باش ما يتفرتتش. وصافي، وغادي حتى هو نحيدو. كذلك غندوز للشرام. غنخليكم مع الفيديو ونرجع معكم من بعد منين سالي. هنا كي كتشوفوا معايا هو الكروفيت نشف من الماء. عندي هنايا فقط الزبده يعني ما كاينش نهائيا الماء. غادي نضيف الفيرميسيل او الشعريه الصينيه، كذلك غادي نضيف ملعقه من قشر الحامض المخلل، وغادي نضيف العطريه اللي بقات عندي.
كذلك غنضيف الصويا صوص. كاين اللي كيبغي نكهه بالطعم ديال الطماطم المعلبه، انا كنفضل نخليها هكا. صافي غنخلطها مزيان. ممكن تزيدوا الكميه ديال الفيرميسيل، انا كنفضل نخليها خفيفه باش كتحسوا حتى بالحوت ملي كتكونوا كتاكلوها. صافي في هذا الاثناء غادي ندوز غنوريكم كيفاش كنطويها. هنايا عندي ورق البسطيله او ورق الديول اللي كنت شاركت معكم في الفيديو، شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي زوين. غادي نخلي لكم الوصفه في نهايه الفيديو. هنايا كناخذ واحد كاس صغير ديال عبار ديال الكيك، هو باش كنعمر البسطيلات صغيورين باش كيجيو قد قد. صافي هنايا كنطوي الورقه الاولى، من بعد غنزيد لها الورقه الثانيه. الورقه زوينه بزاف، ماشي بحال الورقه ديال الطفال نهائيا. صافي غادي نزيد نغلفها، شفتوا هنايا كنقلبها باش كيجي الوجه اللي غليظ هو اللي من التحت، باش كيكونوا يعني نفس السمك سواء من الاسفل او من الفوق. صافي وكنطويها بحال هكا بحال شي ورده. صافي وكنسدها، كنضغط عليها وكنعاود نضغط عليها هكا، كتجي قد راسها كيف كتشوفوا. غنشارك معكم وحده كتجي على شكل كميمسه، هذه شي شويه كتضغط على الورقه. ضروري حتى هي تدورلوها، لان ممكن تقطع حيت كندوروا الورقه بحال اللي كنبرموها. فغيب شويه. كندير لها في الاول بحال هكا ونفس الشيء غادي ندير الورقه هنا. كنكمسها بحال الكميمسه كي كتشوفوا، كنبقى كنجمع الجنيبات غير بشويه بشويه. صافي هنا غتلويها غير بشويه هنايا على هذا الشكل، وكتحاولوا تحلوها باش كتبقى ديك العقده قد راسها. ومنين تبغوا تحطوها في الطبسيل كتحطوها بالمقلوب باش كتنشف شويه وهي مقلوبه، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه في الشكل ديالها. صافي هنا غنشارك معكم الطريقه ديال السيجار. هنا السيجار ممكن تكتفوا يعني فقط بورقة واحدة. كيجي ساهل على هذا الشكل. وغادي ندوزو نحضرو حاجة أخرى بعد ما نسالي. كي كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، ملي كطيبوهم كديروا فيهم شوية ديال الفخوماج من الوجه. هنايا كنت عجنت العجينه ديال المسمن،
انا كنفضل انني يعني نكثر فيها دقيق الفينو اكثر من الدقيق الابيض باش كيجي زوين. عجنتها غير بيدي وخليتها ارتاحت دلكتها شويه. صافي هنايا غادي ندير انا مليويات كيعجبوني في الفطور. وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنلوي الملاوي. كي كتشوفوا العجينه كتجي زوينه كتجي يعني كتطلق الخيط ديالها. صافي غادي نبقى كنقرص فيها. هنايا من بعد ما سرحت العجينه كي كتشوفوا معايا غادي ندهنها شويه بالزبده. انا كنستعمل فقط الزبده في المسمن باش كيجي داك اللون ديالو الذهبي ما كيجيش اللون ديالو ازرق. صافي غادي ندير شويه ديال السميده في الوسط كذلك عاوتاني كندير الزبده وكنقرص بالسميده او كنفرق بالسميده عفوا. صافي على هذا الشكل كنطويها كنعاود نسرحها مزيان وكنضيف كذلك السميد والزبده فقط بكميات قليله يعني ماشي بزاف. صافي وغنعاود نطويها هكا. الطريقه كتجي زوينه في الملوي كتجي سهله بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الرغيفات او المسمن على شكل ملوي. انا كنطوي بحال هكا كي كتشوفوا باش ما كيجيش معجن من الوسط. صافي وكنستمر على هذا الشكل. هنايا حطيت الملاوي ديالي يطيبهم بعد ما ساليتهم. بالنسبه للعجينه ديال الملاوي فيها فقط شويه ديال الملحه و تقريبا يعني رشه صغيره من الخميره الفوريه يعني مقدار رؤوس الاصابع يعني فقط رشه قليله ما كنكثرش فيها الخميره. وبالنسبه للسميد اللي كنفرق به الملاوي كندير فيه شويه من خميره الحلويات. صافي كنخليها كطيب ومره مره كنقلبها باش كطيب على الجانبين بجوج. هنا وليداتي خداو ضروري كتعرفوا الوليدات كيدوقوا شويه كشي كيفاش كيجي كيجي مرق ما كيجيش نهائيا غليظ. وما كنزيدش فيه هنايا ليدام لان كل ما كثرتوا الزيت كل ما كيجي ميدم فمن الاحسن ما تكتروش يعني فقط الزيت اللي كتقرصوا به. وحيت كندير فيه انا غير الزبده فكيتحمر بلا ما نضيف اي زيت او اي دهن. صافي وغنخليكم مع الفيديو حتى نسالي وتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو ذهبي. هنايا ما كنحمروش بزاف لانني مازال غادي نعاود نسخنو. هنايا عندي عصير خديت عصير البرتقال ضفت عليه فريز والاناناس غنطحنو.
فهاد الاثناء بديت كنوجد الطبله حتى تتمر حتى شويه ديال البريوات الشباكيه كنخليها هي اخر حاجه كنحطها. كذلك كانت هذه هي المائده الرمضانيه اللي شاركت معكم. حطيت هنايا شويه ديال السفوف او سلو غير في طبيصلات صغار باش اللي بغى ياخذ القياس اللي بغى حداه. كذلك هنايا الحريره حتى هي سبق لي شاركتها معكم في واحد الفيديو. شويه ديال البيض مسلوق اكيد هادو هما الرغيفات اللي وجدنا قبيله. كذلك لي شوسون اللي معمرين بالحوت وكذلك السبانخ. كانت هذه هي البسطيله اللي عمرناها حتى هي كتجي على هذا الشكل كتجي الورقه مقرمشه ما كتحلش نهائيا كتجي زوينه. زوقتها بشويه السبانخ والحامض. كذلك كان هذا هو العصير اللي شاركت معكم. وبالنسبه لعجين بيتزا راه سبق لي شاركتها معكم هاد بيتزا صوبوها وليداتي. كذلك انا درت مخيمرات معمرين غير بالفرماج وشويه كاشير والسبانخ. يعني فطور نوعا ما ماشي ثقيل بزاف. كذلك درت شويه ديال راكم عارفين القهوه واتاي التمر شويه ديال الكركاع واللوز. يعني اللي كنحاولوا كما قلت لكم نقربوا العادات ديال المغرب. ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وغادي نجيب الحلا من الثلاجه باش نوريه لكم. كيجي حتى هو خفيف ممكن تاكلوه في السحور. كيجي الطعم ديالو زوين. انا حاولت نزوقو على شكل هلال. كذلك ذوقته في الوجه ديالو بشويه ديال البسكوي ودرت واحد الوريضات بالزهر البلدي اليابس. كنتمنى ان شاء الله وصفات اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ونلقاكم فيديو جديد مع ذوق جديد. عواشركم مبروك. مع السلامه.